أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفي عناوينها. موقع الموقع بوست لهذا السبب يلجأ الحوثيون إلى تجنيد الأطفال. وفي يمن مينيتور مدير مستشفى في صنعاء يستنجد بالميليشيا ضد موظفه. أما عن أكثر الأخبار قراءة في القدس العربي، امرأة تطلب الطلاق بعد شهرين من زواجها بسبب عدم ابتسام زوجها لها. من البي بي سي، شركة أمريكية تخطط لرحلة سياحية حول القمر العام المقبل. أهلا بكم، والبداية من وثيقة نشرها موقع الصحوة نت تؤكد أن ميليشيا الحوثي أقدمت على تعيين عدد من المدراء الماليين في جامعة إب خارج الأطر القانونية وإقصاء العاملين والموظفين في الجامعة. مصدر أكاديمي بجامعة إب قال إن مثل هذه القرارات تعد استخفافا بقيادة الجامعة وتراخيها وعجزها الواضح عن أداء مهامها والسماح لسلطات الآخرين بالتدخل في قرارات الجامعة. واعتبر عدد من القانونيين في جامعة إب أن تعيين موظفين من خارج الجامعة وفرضهم بالقوة غير قانوني ويكرس المركزية وإقصاء الموظفين بالجامعة وسط استياء واسع في أوساطهم. وثيقة أخرى يكشفها موقع يمن مينيتور توضح تورط قيادات حوثية بالقمع خوفا من ثورة جياع تجتاح مؤسسات صنعاء. وقال الموقع أنه حصل على رسالة سرية تكشف أن قمع التظاهرات والاحتجاجات في مؤسسات الدولة بالعاصمة صنعاء تم برعاية من القيادة في حكومة الحوثيين والمجلس السياسي. وبحسب الوثيقة فإن الرسالة موجهة من أحد مدراء المستشفيات في صنعاء إلى المجلس السياسي وتشير إلى مخاوف من تحول المظاهرات إلى ثورة جياع، كما تشرح تفصيلا لإجراءات احترازية للحوثيين لوقف المظاهرات المتفاقمة داخل المستشفى. وجاء في الرسالة التي حملت عنوان تحريض وإضراب: الموظفون مدعومون من جهات خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار بذريعة الصرف المرتبات المتراكمة منذ 4 أشهر. قيصرية للفصل بين إيران وولدها الحوثي، تحت هذا العنوان كتب فيصل علي مقاله المنشور في موقع الموقع بوست. وقال في جزء منه: حاول مقال في الفورين بولسي التابعة للخارجية الأمريكية الصادرة يوم 27 من فبراير الحالي للكاتبين جوست هالترمن وإبريل لونجلي بعنوان الحوثيون ليسوا حزب الله بأن يجنب الحوثيين هجمة ترامب المحتملة عليهم بفصلهم عن إيران، والإدعاء أن إيران تستغلهم فقط في تضليل مفضوح. المقال الجدلي أيضا تعمد الكذب الفاضح في إحدى فقراته أن الحوثيين اتجهوا للحرب عند اختفاء فرص السلام بعد مؤتمر الحوار. تناسى هذا المقال الحروب التي خاضوها من نهاية 2011 وفي 2012 وفي 2013 وفي 2014 في كل من كشرى حجة والجوف ودماج وعمران قبل وأثناء وبعد مؤتمر الحوار. المقال يحمل أفكار كيري المنتهية ولايته من الخارجية، ولكن يبدو أن تلاميذ كيري في الخارجية ما زالوا مسيطرين على الوضع فيها، بالإضافة إلى اللوبي الإيراني في الكونغرس الذي يسوق لأدوات إيران في المنطقة بطرق شتى. ولذا دعا المقال للحوار والشراكة وتقاسم السلطة وعدم الحسم عسكريا، مما يؤكد على أن بقعة مداد كيري تغطي مقال الفورين بولسي بقوة. الخوف على الحوثي أيضا يظهر جليا على أبناء المنظمات التي ترعرعت في اليمن. مقال الفورين بولسي جزم على أنه لا أحد سينتصر في اليمن، وهذا هو التسويق الذي تتبناه أيضا المنظمات والمراكز المشبوهة والتي بدأت تدعي أن الحرب في اليمن مناطقية ولم تطلقها إيران طائفية في اليمن والعواصم الثلاث الأخرى التي سقطت لصالح الباسج الإيراني. موقع المصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية: مسلحان على دراجة نارية يغتالان قياديا بارزا في جماعة الحوثي وسط مدينة ذمار.
وفي التفاصيل، اغتال مسلحان مجهولان على دراجة نارية قياديا بارزا في جماعة الحوثيين بمدينة ذمار. وذكر الشهود للمصدر أونلاين أن المسلحين أطلقوا وابلا من النيران على القيادي البارز في الجماعة ومستشار وزير العدل يحيى موسى أمام منزله قرب مجمع المجزرة. وقال مصدر خاص بأن يحيى موسى المتوكل يعد من أبرز القيادات التنظيمية للحوثيين، وكان ضمن الشخصيات التي دعمت الجماعة المسلحة منذ بدء حربها ضد القوات الحكومية في عام 2014. أما الموقع بوست يقول في أحد تقاريره: الحوثيون يقتلون الحاضر ويفخخون المستقبل بتجنيد الأطفال. يترتب على تجنيد الأطفال تدمير الأجيال الصاعدة نفسيا وعلميا، وتدمير الوطن الذي يخسر من خلال الطاقات الشابة والانصراف عن التعليم والإبداع وخدمة المجتمع سعيا لهدفهم العام هو إيجاد شعب جاهل تابع لهم. ويضيف الموقع بوست: تكاد تكون المدارس اليوم خالية من مرتديها ليس فقط بسبب عوامل التجنيد وحسب، بل حتى من خلال الكارثة الاقتصادية التي تسببت بها هذه الميليشيا. وفقا للتقرير، فإن من بين أسباب تجنيد الميليشيا للأطفال أنه في حالة الملاحقات المحلية أو الدولية قضائيا لهذه الميليشيا تبرز السن القاصرة لهؤلاء الأطفال مهما كانت جرائمهم. في اليومين الماضيين رأى مواطنو عدن باخرة دولية تقترب من ساحل أبين، وكان الكل يتساءل: هذه غير سفن الحرب، فماذا تفعل في عدن؟ مهندسو الاتصالات كانوا يعرفون الإجابة، وكانت قيادة البلاد على علم بكل خطوة في المشروع، لكن الناس ظلوا يتساءلون ما هذه الباخرة. غمدان الشريف كتب مقالا في موقع يمن سبورت شرح فيه أسباب تواجد ما تساءل الناس حوله، وأوضح واحدا من أهم المشاريع التي انطلقت في عدن، وأضاف في جزء من المقال: اليوم وقد بدأ فعليا تنفيذ مشروع الكيبل البحري الدولي بربط محطة عدن بالكيبل لتصبح عدن واليمن كلها في وضع أفضل في الاتصالات الدولية قريبا، حيث يوفر هذا الكيبل لعدن واليمن 1800 جيجا بايت سعات تواصل مع العالم تفوق ما لدى اليمن حاليا 80 مرة، وبكلفة تصل إلى 50 مليون دولار تقريبا، شاملة الالتزامات المحلية على الدولة سددتها اليمن كاملة من أرباح شركة تيليمن ومن جهود مهندسيها المخلصين. يربط المشروع بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. يقدم المشروع خدمات سريعة ورخيصة في الإنترنت، ويعفي اليمن من الاستئجار من السعات الحرارية من الجيران السعودية وعمان وجيبوتي، ويوفر عليها الملايين من الدولارات، ويخلق فرص عمل جديدة. هذا مشروع واحد من مشروعات الاتصالات التي وضع حجر أساسها الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، والإعلان عنها سابقا كانت محل شك من الكثير وعند البعض محل سخرية. هناك أشخاص محددون دون غيرهم يحق لهم أن يشعروا بالرضا والإنجاز لإعدادهم اليمن لارتباط بهذا الكيبل الدولي الضخم والتفاوض عليه مع الدول الأخرى، تفاوض أدى إلى شراكة دولية أعطتنا مشروعا ناجحا. هذا التحالف الدولي الممثل في الشركة العملاقة المنفذة للمشروع لتغدو اليمن عضوا فيه. موقع عدن تايم قال في صفحته الرئيسية أن 200 شاب من أبناء سقطرى غادروا مطار الجزيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل والتأهيل. وقال الموقع إن 56 منهم حاصلين على مؤهلات جامعية، وسيتم منحهم الإقامة بالإمارات للعمل فيها وفقا لتخصصاتهم الدراسية ومساعدتهم في إيجاد فرص تحقق طموحاتهم ومؤهلاتهم وتنمية قدراتهم. أما البقية ووفقا للموقع فسوف يتم تأهيلهم عسكريا للالتحاق بالقوات الخاصة وحرس الحدود، وسيحظون بدورات عسكرية تنمي قدراتهم الأمنية في مجال عملهم في المحافظة. وقال الموقع إن هذه الجهود تأتي تعويضا لأبناء الجزيرة عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الحرب التي شنتها الميليشيا الانقلابية، وكذا الأعاصير التي ضربت الأرخبيل نهاية عام 2015. ينشر موقع المشاهد نت إحدى أهم
المواد الخاصة باليمن والتي وردت في أرفع صوت تحت عنوان مكفوفون يمنيون يكافحون لإسعاد أطفالهم. وقالت صباح حريش رئيسة جمعية الأمان لرعاية الكفيفات بصنعاء إن شحة الوسائل الخاصة بالمكفوفين والتي تعتبر غالية الثمن وعدم حصول الخريجين الجامعيين على وظائف مناسبة من أكبر التحديات التي يواجهها المكفوفون في اليمن. وتضيف حريش لدينا نص قانوني كفل نسبة 5% من الوظائف الحكومية للمعاقين، لكن للأسف منذ سنوات لم يتم العمل به. وتتابع رئيسة الجمعية يوجد حاليا مئات الخريجين من مختلف الأقسام الجامعية عاطلين عن العمل ومحبطين. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم إلى الصحف العربية، نبدأها من صحيفة العربي الجديد والتي عنونت هواتف جديدة في اليمن تراعي انقطاع التيار الكهربائي المستمر، حيث كشف وكيل محلي لبيع الهواتف النقالة من طراز نوكيا أن الهواتف الذكية من نوكيا عبر شركة HMD العالمية ستكون متوفرة باليمن ابتداء من شهر يونيو المقبل. وقال مدير عام شركة نوكيا في اليمن للعربي الجديد نوكيا ستعود إلى السوق اليمنية خلال يونيو المقبل من خلال هاتف 3310 وأيضا هواتف نوكيا إن 3 وإن 5 وإن 6 بنظام الأندرويد. تتابع الصحيفة يتميز الهاتف الجديد الذي أعلن عنه في مؤتمر عالمي تابع للهواتف النقالة في برشلونة بأنه أكثر رقة، بالإضافة إلى شاشته الملونة وبطارته المعمرة، ما أثار اهتمام اليمنيين إذ اعتبروا أن النسخة الجديدة من هاتف نوكيا 3310 ببطارية تدوم لمدة 3 أشهر مناسبة جدا لمدة شهر مناسبة جدا عفوا في ظل الأوضاع الحالية مع انقطاع الكهرباء. الناشط جمال سعيد قال يبدو أن هذا الهاتف قد صنع خصيصا لليمن، إذ أن عملية شحن الهواتف النقالة تعد مشكلة حقيقية في ظل انقطاع الكهرباء منذ عامين بسبب الحرب. صحيفة الخليج نقلت عن الصليب الأحمر تحذيرها من نفاذ مخزون الغذاء في اليمن، ما مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولدى عودته من اليمن حذر من مجاعة محتملة في البلاد في ظل تصاعد الحرب. روبرت مارديني المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالصليب الأحمر قال إن احتياطات الغذاء هناك لا تكفي إلا لمدة تتراوح من 2 إلى 4 أشهر، ما يهدد بمجاعة مع تصاعد القتال. وعبر مارديني عن قلقه إزاء مصير 500,000 شخص من سكان مدينة الحديدة مع تحرك الصراع شمالا باتجاه ساحل البحر الأحمر، وأضاف أن شريان المساعدات التي تمر عبر ميناء الحديدة وغيره من الموانئ يوشك أن ينقطع. صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت في إحدى صفحاتها المهتمة باليمن التربية والتعليم تتهم الحوثيين بتحريف مناهج الدراسة، حيث منعت وزارة التربية والتعليم في اليمن تداول الكتب المدرسية التي تم طباعتها من قبل ميليشيا الحوثي وصالح في صنعاء، ويجري العمل على توزيعها للمحافظات. وزير التربية عبد الله لملس وجه بمنع توزيع هذه الكتب التي تعرضت للتحريف والتعديل من قبل الميليشيا وتعزز أفكارا ومعتقدات خاطئة وطائفية، مشددا على ضرورة النزول إلى المدارس والتأكد من عدم تناول هذه الكتب المحرفة في أوساط التلاميذ. عن مبدأ ترامب في سياسته الخارجية كتب عاطف الغمري مقاله المنشور في صحيفة الخليج الإماراتية وقال فيه: جرت العادة لدى الرؤساء الأمريكيين على أن يكون لكل منهم مبدأ محوري تقوم عليه وتتحرك به سياسته الخارجية. فمثلا اتخذ أوباما لولايته مبدأ المشاركة من جانب دول أخرى في مواجهة التحديات للأمن القومي وحل الأزمات الدولية والإقليمية. يتفق عدد كبير من المحللين في أمريكا هذه الأيام على توقعات بأن يقوم مبدأ ترامب للسياسة الخارجية على مفهوم التبادلية بين أمريكا وحلفائها
في تحمل أعباء مشاركتها في ضمانات أمنهم، وعلى تقليص الالتزامات الدفاعية الأمريكية تجاه الحلفاء إذا لم يسهموا في تحمل القدر الكافي من تمويل هذه الالتزامات. وقد يبدو هذا التوجه مفاجئاً أو أن به خروجاً على المألوف في علاقات أمريكا الخارجية، لكن الواضح أنه يعد امتداداً لسياسة كانت مؤشراتها الأولى قد ظهرت من جانب إدارة أوباما، والتي راحت تركز على متانة العلاقات وثباتها لفظاً لكنها لم تكن كذلك عملياً، وهو ما أثار ردود فعل بالقلق في أوروبا وفي بعض بلدان الشرق الأوسط، خاصة وأن ذلك قد يعني إعادة صياغة العلاقات التقليدية التي استمرت سنوات طويلة بشكل كاد يكون راسخاً. لكن الجديد أن ترامب أكثر صراحة من سابقيه، وتخلو طريقته في عرض أفكاره من المواربة وإن جاءت صادمة في بعض الأحيان. إلى صحيفة القدس العربي وفي أخبارها الأكثر تداولاً، مصرية تطلب الخلع بعد شهرين بسبب عدم ابتسام زوجها لها. وقالت الصحيفة أن الزوجة ذات 24 عاماً تقدمت بدعوى إلى محكمة الأسرة بمدينة نصر في القاهرة تطلب فيها الخلع من زوجها، مؤكدة أنه لم يبتسم لها ولو لمرة واحدة خلال فترة الزواج، إلى جانب حقده عليها كونها تتمتع بعلاقات طيبة مع الآخرين ولحب الناس لها. وتابعت في الدعوة أن زوجها كان دائم الحقد عليها، لدرجة أنه اتهمها بالفشل في قدرتها على تغيير سلوكه، وجعله يتغير أمام الآخرين، ما أدى إلى ابتعاد الناس عنه. ربما تبرير الزوج غريب عن القصة تماما. من الأخبار الأكثر قراءة أيضا في البي بي سي، شركة أمريكية تخطط لرحلة سياحية حول القمر العام المقبل. وقالت شبكة البي بي سي إن شركة سبيس إكس الأمريكية أعلنت دفع شخصين التكاليف المالية للذهاب في رحلة حول القمر، وتخطط الشركة لأن تتم الرحلة في نهاية العام 2018. ووفقاً للمدير التنفيذي للشركة إيلون ماكس، فإن الرحلة تعتبر الفرصة الأولى لعودة البشر إلى عمق الفضاء للمرة الأولى في 45 عام، ويسافر الاثنان اللذان لم يعلن اسميهما حتى الآن على متن مركبة فضائية ذاتية القيادة، ترسل في رحلة تجريبية في وقت لاحق من العام الجاري. وأضاف ألون ماكس متحدثا عن المسافرين: تماما مثل رواد الفضاء الذين سافروا على متن أبولو، سوف يسافران إلى القمر حاملين آمال وأحلام الجنس البشري تدفعهما روح الإنسانية وحب الاستكشاف. عن الكواكب الجديدة، كتبت أماني محمد العمران مقالا في صحيفة الاتحاد، قالت فيه: لعل أجمل اكتشاف هو اكتشاف الكواكب السبعة التي توصلت وكالة ناسا إلى وجود 4 منها، بينما كانت 3 الأخرى من اكتشاف عالم بلجيكي يسكن جمهورية تشيلي في أمريكا الجنوبية. ورغم أن الأخبار المتواردة في هذا الشأن كانت تركز على ناسا متجاهلة ذلك العالم البلجيكي الذي وصل لحقيقة مذهلة وبجهود فردية متأخرة بكل تأكيد عن ناسا وأجهزتها الحديثة وإمكاناتها الضخمة. وهكذا فإننا نقرأ كل يوم ما يريدون لنا أن نقرأه وليس ما هو حقيقي بالضرورة، فالحقائق في الأخبار اليومية إما عرجاء أو عوراء أو ناقصة، حيث يخضع الخبر لعدة اعتبارات تدفع لإعادة بنائه وفقا لأهداف ومصالح معينة. لماذا يتجاهل الإعلام العالمي حق ذلك العالم البلجيكي الذي اكتشف 3 كواكب دفعة واحدة مركزا فقط على ناسا؟ الجواب: لأنه ببساطة إعلام أمريكي ومعني أولا وأخيرا بالمؤسسة الأمريكية أيا كان دورها أو نشاطها. ليست دول العالم النامي هي فقط التي تشكو إعلاما موجها يفتقد المصداقية والحرية، وإنما إعلام الولايات المتحدة الأمريكية يشكو هو كذلك سطوة المؤسسات المالكة له وتدخلها في مضامين الأخبار المنشورة والمذاعة. عن روعة أعماق البحار وما تحتويه من كائنات بحرية متنوعة أخاذة، نشرت صحيفة الإمارات اليوم صورا تحمل بعضا من ملامح هذا الجمال المغمور في الأعماق، نشاهد بعضها.
إذن بهذه المجموعة من الصور والأخبار نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من كشك الصحافة. أترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. السلام عليكم.